أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الساعة من العربية. نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات وفي العناوين. الاتحاد الأوروبي ينفي إجلاء رعاياه من الجابون ويشكك في نزاهة الانتخابات الأخيرة. بوركينا فاسو تغير قوانينها لإرسال قواتها للنيجر، وروسيا تنهي العقوبات الأممية عن مالي. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس قرب رام الله، والجيش يطلق النار على المنفذ. لأول مرة وبلا أي ثمن، واشنطن تقدم لتايوان مساعدات عسكرية مباشرة بقيمة 80 بليون دولار. أهلا بكم مشاهدينا. بينما يفكر الاتحاد الأوروبي كيف يتعامل مع انقلاب النيجر، أضيفت على أجندته المثقلة بالأزمات انقلاب آخر، وهو انقلاب الجابون. حول هذا الانقلاب مشاهدينا، الذي أطاح فيه عسكريون بالرئيس علي بونغو عقب انتخابات اعتبروها مفتقرة للشفافية، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الانتخابات قبيل الانقلاب في الجابون لم تكن نزيهة بالفعل. بالتزامن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يخطط لإجلاء رعاياه من الجابون. هذا وبدأ اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إسبانيا لمناقشة استيلاء قادة في الجيش الجابوني على السلطة، بالإضافة إلى بحث سبل الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات. وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط أفريقيا موضوعا رئيسيا في الاجتماع، إلى جانب المناقشات حول الحرب في أوكرانيا. ومعنا من بروكسل مشاهدينا مراسل العربية نور الدين الفريضي. أهلا بك نور الدين، وماذا لدينا معلومات أكثر حول هذا الاجتماع ومخرجاته المتوقعة أيضا؟ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون بشكل أساسي الأزمة في النيجر والساحل الأفريقي، وأيضا حرب أوكرانيا في حضور وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا. في نقاشات النيجر الوزراء سيستمعون أيضا إلى وزير خارجية النيجر في حكومة الرئيس محمد بازوم حسوم مسعود، وكذلك إلى رئيس مفوضية مجموعة دول غرب أفريقيا عمر توراي، والذي يتوقع أن يقدم طلبات محددة للاتحاد الأوروبي. وقد استبق جوزيف بوريل صباح اليوم هذا الاجتماع بالقول أن الاتحاد يعد حزمة شديدة من العقوبات ضد انقلابي النيجر، ومستعد أيضا لبحث أي طلب تقدمه إيكواس. الملاحظ هنا أن التصريحات تركزت أكثر عن النيجر وعن الساحل الأفريقي، ولم تتركز بشكل أساسي حول انقلاب الجابون، لأن الهدوء في شوارع مدن الجابون وغياب الخطابات المعادية للغرب أو لمصالح فرنسا على عكس ما حدث في النيجر يجعل الموقف الأوروبي الدبلوماسي هادئا في هذه المرحلة، لأن الانتخابات ربما شابتها بعض العيوب والمخالفات، وأيضا هناك إحساس عام بأن هناك قلق في صفوف نخبة الجابون من حكم عائلة جابون، عائلة بانغو الذي دام أكثر من نصف قرن. أحمد، طيب نور الدين، يعني ما الذي يعول الاتحاد الأوروبي على تحقيقه من خلال هذه العقوبات؟ بالتأكيد هو لا يريد لها أن تكون مجرد عقوبات رمزية فقط. إلى جانبها الرمزي، هو يؤكد بشكل أساسي نرى في التحركات على مدى شهر أغسطس التركيز لإنقاذ الوضع بصفة ما لتضمن العودة إلى النظام الدستوري في النيجر بشكل أساسي. لماذا النيجر؟ لأن تعتبر النيجر دولة محورية في الساحل الأفريقي، تقع بشكل أساسي في خطوط طرقات الهجرة، سواء كان نحو الجزائر ومن الجزائر إلى أوروبا، نحو ليبيا ومن ليبيا إلى تونس، ومنها إلى إيطاليا التي ارتفع فيها عدد المهاجرين بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. أيضا توجد في شمال النيجر قاعدة أجاديس، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة ولدول أوروبية منخرطة في عمليات مكافحة الإرهاب في مثلث الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. هذه المناطق الرخوة جدا،
مهمة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي من الناحية الأمنية. أحمد، نكتفي بهذا القدر ونتابع معك أي تفاصيل جديدة في بقية النشرات حول هذا الموضوع من بروكسل. إذا كنت معنا مراسل عربية نور الدين الفريضي، تحياتي. وفي الردود الدولية مشاهدين على انقلاب النيجر، دعت وزارة الخارجية الأمريكية قادة الجيش الجابوني للإفراج عن أعضاء الحكومة المحتجزين وأسرهم وضمان سلامتهم. الخارجية الأمريكية شددت على ضرورة الحفاظ على الحكم المدني بالجابون، مؤكدة معارضتها بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة. وبعد أن تفشت عدوى الانقلابات في أفريقيا، لاحظ المحللون أن من ينفذها في الآونة الأخيرة مجموعات من الحرس الجمهوري المكلف، سواء في النيجر أو في انقلاب الجابون، فما الذي يجعل تدبيرها بهذه السهولة؟ نتابع. 1500 عنصر من الحرس الجمهوري ينقلبون على من كانوا مكلفين بحراسته، وقبلهم بأيام نفذ نظراؤهم السيناريو ذاته في النيجر وانقلبوا على الرئيس المخلوع محمد بازوم. تتشابه الانقلابات في دول غرب أفريقيا، واللافت بها أنها من الدائرة الأقرب للحاشية الحاكمة، فلماذا يسهل على هذه القوات تنفيذ الانقلاب؟ قوات الحرس الجمهوري المكلف في الدول الأفريقية هي الأكثر تدريباً والأقوى بين بقية أفرع الجيش، إضافة إلى أن وجودها في محيط الدائرة الحاكمة عادة ما يمكنها من تنفيذ الانقلابات لمعرفتها عن قرب بالثغرات الأمنية. انقلابات تشهد على عدم استقرار دول جنوب الصحراء والساحل سياسياً، لا سيما وأن البيئة الأمنية المضطربة تعززها وجعلتها أمراً واقعاً. معظم هذه الدول شهدت أو يخشى أن تشهد أحداثاً انقلابية مماثلة، خاصة مع تعثر جهود إقامة حكم ديمقراطي في بعض هذه الدول حتى الآن. ومشاهدينا معنا من العاصمة النيجيرية لاغوس الدكتور خضر عبد الباقي محمد، رئيس المركز النيجيري للبحوث والدراسات العربية. أهلا بك دكتور خضر معنا في هذه الساعة الإخبارية. بداية، ما الذي ينتظر الجابون في عقب هذا الانقلاب المفاجئ بالتأكيد، وهل نحن أمام أزمة طويلة شبيهة بما حدث في النيجر؟ شكرا لكم على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأزمة التي تشهدها معظم البلدان الأفريقية في الآونة الأخيرة أصبحت الظاهرة، ظاهرة الانقلابات العسكرية، بدءا بمالي ثم بوركينا فاسو وغينيا ثم النيجر وأمس القريب هذا دولة الغابون. أعتقد من وجهة نظري أنه الآن الحكومات المتبقية في الدول الأفريقية من الحكومات التي تسير على الركاب الديمقراطي و النظام الدستوري عليها مسؤولية كبيرة الآن في أن تأخذ حذرها من والاحتياطاتها لتأمين ما تبقى من الأقد من هذا النوع من النظام الدستوري في البلدان الأفريقية، نيجيريا في المقدمة وكذلك البلدان الأفريقية في منطقة إكواس. طيب، إذا كنا نتحدث عن تفشي عدوى الانقلابات في القارة الأفريقية كما ألمحت دكتور خضر، هذا يدفعنا أيضا للتساؤل حول السبب الرئيسي وراء هذه الانقلابات. ما إذا كانت هناك أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، أم أنها دعنا نقول طموحات شخصية لدى قادة هذه الانقلابات؟ أعتقد أن الأسباب الداخلية مقدمة، ولكن هناك أسباب متعاونة أو متداخلة، كما أنه لا يمكن التفسير لها مثل هذه الظاهرة أو الظواهر الاجتماعية بشكل عام بمتغير واحد أو بسبب واحد، ولكن السبب الرئيس في هذه العوامل في هذه الأسباب أنه سبب داخلي، وأن هناك امتعاضاً وأن هناك سوءاً في الأوضاع المعيشية في تلك البلدان، وأن هناك أيضاً عدم الاستقرار السياسي أقصد بين بعض القوى السياسية في معظم هذه البلدان. فبالتالي الحديث الآن يتركز إلى مسألة إعادة النظر في إصلاح البيت، القوى السياسية المختلفة في داخل هذه البلدان. الأمر الآخر أن العلاقة التي تبنيها هذه الأنظمة التي تزعم أنها ديمقراطية مع الدول الغرب أو مع القوى الإقليمية المختلفة تبدو أنها لا تفيدها ولم تكن مجدية لها في حمايتها للبقاء في الحكم.
طيب دكتور خضر، تفضل بالبقاء معي. وبعيدا عن من ينفذ، يقول محللون مشاهدين ان انقلابات افريقيا شرعت الباب لروسيا، وفي هذا الصدد حققت موسكو انتصارا جديدا لصالح المجلس العسكري في مالي لينهي الفيتو الروسي عقوبات الامم المتحده المفروضه على مالي بدءا من اليوم الخميس، والغاء لجنه خبراء امميه كانت تنتقد انشطه مجموعه فاغنر الروسيه في المنطقه، والذي استخدمته موسكو ضد تجديد النظام الذي يستهدف اي شخص ينتهك اتفاق السلام او يعيق تسليم المساعدات او يرتكب ايضا انتهاكات لحقوق الانسان بمختلف اشكالها. اعود اليك مره اخرى دكتور خضر، يعني اذا بما ان روسيا رفعت العقوبات الامميه عن مالي، ما الذي يعنيه ذلك على صعيد الانقلابات الحادثه الان في افريقيا وتوجيه البوصله ايضا نحو موسكو؟ هذا الدليل او المؤشر واضح، او الحمولات الدلاليه لمثل هذا القرار، ان هناك تغيرا وان للبوصله السياسيه في العلاقات بين هذه الانظمه او تحديدا النظام الحاكم في مالي حاليا، وكذلك الانظمه الانقلابيه التي تولت الحكم في هذه البلدان الافريقيه مؤخرا. معنى ذلك ان هناك اتجاها جديدا لهذه الأنظمة، تغيرا من فرنسا نحو روسيا، ونحن نعرف ما بين فرنسا وروسيا من علاقات. طيب، وعند هذه النقطة دكتور خضر، يعني هل تعتقد أن موسكو هي البديل الجاهز والمؤهل فعلا لسد الفراغ الفرنسي؟ هذه الدلالة الواضحة أن موسكو، ولكن المصلحة هي الأساس. حتى الذين يرفعون اليوم الشعارات الوطنية وأننا ضد مصالح فرنسا وضد مصالح الدول الغربية، هي نفسها أننا غيرنا حضن إلى حضن آخر، حضن فرنسي غربي إلى حضن روسي شرقي. ولذلك المصلحة الحقيقية التي أو المتغير الحقيقي الأساسي في هذه الانقلابات، أن الذين قاموا بالانقلابات رفعوا هذه الشعارات، ولنبقى ننتظر أن الأيام ستشهد وستؤكد لنا هل بالفعل هي مصالح وطنية حقيقية لهذه البلدان أم للمصالح النخب التي تقوم على السدة. وهل فمن حديثك أيضا دكتور خضر أنك تتوقع أن دولا أفريقية أخرى ستنضم إلى قطار الانقلابات الذي يمضي الآن بدون أي اكتراث للعقوبات والضغوطات الدولية؟ نعم، هناك على المنظور القريب أو البعيد، هذا هو المتوقع، أن السيناريو المتوقع الآن أن معظم البلدان الأفريقية التي أو بعض البلدان الأفريقية التي بقيت خاصة في منطقة الساحل والغرب الأفريقي ليس بمنأى من هذه العدوى، وأنها قريبا أم بعيد. ولكن الأنظمة خاصة مجموعة الدول المتبقية من دول أكواس الآن والتي تسيرها النظام الدستوري المدني سيقوم بكذا حركة في الأيام القليلة القادمة للتأكيد على أنها جاهزة وأنها أخذت احتياطاتها لمثل هذه التغيرات الغير مرغوبة والغير محبوبة لديها. وضحت الفكرة، شكرا لك. من العاصمة النيجيرية لاغوس كنت معنا الدكتور خضر عبد الباقي محمد، رئيس المركز النيجيري لبحوث والدراسات العربية. تحياتي دكتور. نشاطنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. المسيرات الأوكرانية تعطل عشرات الرحلات الجوية في موسكو، ولدينا أيضا عشرات القتلى في حريق ضخم في جوهانسبرغ. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اعتمدت حكومة بوركينا فاسو مشروع قانون يسمح بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر وسط مخاوف من تدخل عسكري تقوده مجموعة إكواس رفضا للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الشهر الماضي. من جانبه قال وزير دفاع بوركينا فاسو قسوم كوليبالي إن ما يؤثر على أمن النيجر يؤثر بشكل أساسي على أمن بلاده. من نيامي مشاهدينا معنا مفد العربية خليل الدجدود، أهلا بك الخليل. إذا تشريع بوركينا فاسو لقانون يسمح لقواتها بالدخول إلى النيجر، كيف كانت أصداؤه في النيجر؟ المجلس العسكري الحاكم في نيامي يعمل على تشكيل جبهة إقليمية لمواجهة تدخل عسكري محتمل من قوة مشتركة تابعة لمنظمة إكواس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وهو على صلة وثيقة بالحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، وهذا القانون الذي أصدرته السلطات العسكرية في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئا بالنظر إلى أن البلدين مالي وبوركينا فاسو كان أعلن في وقت سابق أن أي تدخل عسكري في النيجر سينظر إليه على أنه اعتداء على سيادة بلديهما، والنيجر كانت حولت البلدين إرسال قوات إليها. هذه الجبهة الإقليمية في نفس الوقت في نفس السياق يعمل العسكريون في نيامي على تشكيل جبهة شعبية أيضا من خلال التحشيد الشعبي، وهم يستفيدون في ذلك من المزاج العام في الشارع المناوئ لفرنسا. طيب خليل، نيامي أيضا على موعد مع عقوبات دولية في أعقاب الاجتماع الذي يجري الآن لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أنهدد أيضا وزير بل المسؤول في السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل بفرض عقوبات على نيامي. هل البلاد مستعدة لهذه العقوبات الآن، أو دعنا نقول المجلس العسكري هل هو مستعد لهذه العقوبات؟ هذه العقوبات بدأت تؤثر على الناس في نيامي على الأقل، حيث يوجد فريق العربية. عندما نتجول في الشوارع والأسواق هناك حديث عن ارتفاع مذهل في الأسعار، وهناك هذا الانقطاع المتكرر في الكهرباء بسبب وقف الإمدادات القادمة من نيجيريا. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت صعبة أصلا في النيجر قبل بداية هذه الأزمة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية. مسؤولة رفيعة في الأمم المتحدة ورئيسة وكالاتها في النيجر كانت حذرت في العربية من أزمة إنسانية، وقالت إن النيجر التي يحتاج فيها الملايين لمساعدات غذائية لن تتحمل صدمة قوية، في إشارة إلى تدخل عسكري محتمل. الآن يسيطر أيضا على المشهد هذه الأزمة مع فرنسا، يستمر التوتر. السفير الفرنسي إلى الآن في مكتبه وهو لا يستطيع مغادرة مكتبه منذ أن انتهت المهلة، بما أن العسكريين الموجودين في السلطة يعتبرون أنه لم يعد يتمتع بحصانة دبلوماسية. في نفس الوقت حكومة بلاده أمرته بالبقاء في نيامي ولا تعترف بقرارات وزارة خارجية المجلس العسكري. نعم، نكتفي بهذا القدر وشكرا لك من نيامي. كنت معنا موفد العربية الخليل والدجدو. تحياتي الخليل. أفادت مصادر للعربية في السودان بأن نحو 15 من أحياء مدينة نيالا في دارفور شهدت نزوحا واسعا، من بينها 10 أحياء سجلت نزوحا كاملا. مراسل العربية مشاهدين أوضح أن مدينة نيالا خلت تماما من خدمة المياه والاتصالات، كما انعدمت عملية الحصول على المواد الغذائية بعد توقف الأسواق. جاء ذلك في الوقت الذي لا يزال الجيش في نيالا يطلق المدفعية الثقيلة مستهدفا تمركزات قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية للمواطنين، وتستخدم أيضا المسيرات بكثافة ضد قيادة الجيش. إذن يوما باتت روسيا تخوض يوما بعد يوم إذا مشاهدينا باتت روسيا تخوض حربين، الأولى في أرض المعركة في أوكرانيا، والثانية في التصدي لمسيرات باتت تقض مضاجعها في قلب عاصمتها. في آخر حرب المسيرات أسقطت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار كانت تقترب من العاصمة، وذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق أنه تم تأجيل أكثر من 40 رحلة جوية في مطارات موسكو لدواعي أمنية. الجدير بالذكر المشاهدين أن الرحلات الجوية أعلن تعليقها بشكل متكرر على مدى الشهر الجاري في مطارات العاصمة بسبب هجمات مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعات عدة بالقرب من موسكو. ومتابعة لهذا الموضوع مشاهدينا، ارتفع عدد قتلى حريق مبنى مارشال تاون في يوهانسبيرغ إلى 63 شخصا، ووفقا لجهاز الطوارئ في جنوب أفريقيا فإن 43 شخصا أصيبوا أيضا جراء الحريق الذي وقع في مبنى من 5 طوابق، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث مستمرة. نتابع.
نشرتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد الفاصل. بالأرض المحروقة بيونغ يانغ ترد على مناورات واشنطن وسول. ولدينا أيضا إيطاليا تدمر ساحل خليج فلوريدا والحرائق تهدد هاواي من جديد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل عربية بمقتل أحد الجنود المصابين في عملية الدهس عند حاجز بيت سيرة قرب رام الله بالضفة الغربية، فيما أصيب اثنان آخران. هذا وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق الشاحنة بعد مراهقته عند حاجز أمني آخر لتنفيذ عملية دهس ثانية ضد جنود إسرائيليين. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى عن موافقتها على تقديم مساعدات عسكرية بشكل مباشر لتايوان وبلا مقابل. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن حزمة المساعدات العسكرية المقدمة تبلغ قيمتها 80 مليون دولار، مشيرة إلى أن الحزمة الأولى من شحنات الأسلحة هذه تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي ولا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان. وفي تصريحات صينية مشاهدينا قبل قليل، قالت وزارة الدفاع الصينية إن أمريكا هي السبب في العقبات والصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن موقف بكين من بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح. مشاهدينا من العاصمة التايوانية، إذن من بكين معنا الصحفي نادر رونغ. أهلا بك سيد نادر معنا في هذه الساعة الإخبارية. بداية هذه الخطوة الأمريكية بتزويد تايبيه بشحنات أسلحة مباشرة وبلا مقابل، كيف تنظر إليها بكين؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه كما أكدت الصين مرارا وتكرارا أن هذه التحركات هي انتهاكا واضحا لمبدأ لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحد. وهناك التعهدات الأمريكية أمام الصين بأنه لا تدعم استقلال تايوان ولا توجد بينها تبادلات رسمية، وإن بيع لتزويد تايوان بالأسلحة هي خطوة لتدفع هذه المنطقة إلى يعني خطورة المواجهة المباشر عسكريا، فهي يعني السبب الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في هذه المنطقة. طيب، أنا أعتقد سيد نادر أن بكين أيضا تتحمل قدرا من وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة، لأن هناك من يرى أن سياسة بكين في التعاطي مع الملف التايواني تدفع تايبيه لمزيد من التقارب مع واشنطن. يعني ليس يعني خطوة الفلسفة هي بالعكس، بل هو اولا بعد اصول الحزب التقدم الديمقراطي الى السلطه في تايوان هم يسعون الى رفض التوحيد ويعني رفض مبدا الصين الواحد وسعي الى الاستقلال اعتمادا على القوى الخارجيه وخاصه اعتمادا على الولايات المتحده. يعني بهذا السبب الصين تحركاتها هو يعني كل ذلك من أجل معي محاولات هذا الانفصاليين في تايوان إلى فصل تايوان عن الصين، فليس هو رد التحركات الصينية التي جعلت التقارب بين الانفصاليين في تايوان والولايات المتحدة. طيب، كانت هناك مساعي أمريكية حثيثة في الأشهر الماضية للتقارب مع بكين، أعني من قبل واشنطن، وتمثل ذلك أيضا في الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون، آخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي وقبل ذلك وزيرة الخزانة. لماذا لا تقوم أيضا بكين بمبادرات كتلك لتقريب وجهات النظر وردم الهوى بين الطرفين؟ طبعا الصين يعني منفتحة للتبادل مع الجانب الأمريكي ولإدارة الخلافات، والصين استقبلت يعني زيارات رفيع المستوى للكبار المسؤولين من الولايات المتحدة، وكذلك قبلت الصين الدعوة
يعني لزيارة وزير خارجية الصيني للولايات المتحدة. نعم في بهذا الخصوص الصين منفتحة على إجراء التبادل، ولكن يجب أن يكون طيب على هذه الإجراءات هذه التبادلات على أساس المساواة والاحترام المتبادل. طيب اسمح لي بأن نشارك معنا الآن في هذا النقاش سيد نادر من العاصمة التايوانية تايبي، الصحفية التايوانية ومحلل المخاطر السياسية أيضا في آسيا روس فاينغولد. أهلا بك سيد روس معنا في هذه الساعة الإخبارية. وبداية يعني ما مدى أهمية هذه الخطوة الأمريكية بتزويد تايبي بهذه الشحنات من الأسلحة المباشرة وأيضا الغير مدفوعة القيمة، ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ هناك عدة مسائل مرتبطة بهذا الأمر. أولا لأنها أو قناة مختلفة توفر من خلالها أمريكا الأسلحة، عندما كانت تان في السابق تقدم الطلب وكانت هناك عملية موافقة مطولة من الحكومة الأمريكية. أما في هذه الحالة فأمريكا قالت بأننا سنزودكم بها مباشرة وهذا يسرع العملية. أما فيما يخص التوقيت فالصين تستمر بالانخراط بشكل مستمر بتمارين عسكرية كبيرة تبرز قدرات وتظل قادرة على اتخاذ عمل عسكري ضد تايوان، وبشكل مستمر الطائرات الصينية تحلق بالقرب من تايوان وحتى السفن الصينية تمر قريبة من السفن التايوانية. هناك تهديد مستمر وكلنا نعرف ذلك، وليس سرا أن الصين جاءت من سياستها أنها مستعد لاستخدام القوة لإعادة أو لضم تايوان مرة أخرى. فنظرا لهذا التهديد قررت أمريكا بفتح هذه القناة الجديدة لإتاحة وتوفير الأسلحة لتايوان. طيب ولكن ألا تعد هذه الخطوة بمثابة استفزاز كبير للصين؟ ألا تخشى تايوان من ردة الفعل الصينية، خاصة وأن كثيرا من المراقبين يرون بأن مسألة غزو تايوان التي أشرت إليها باتت مسألة وقت ليس أكثر؟ ربما أنت محق، ولكن تايوان يجب أن تمنح الأدوات الضرورية للدفاع عن نفسها. وفي الحقيقة فإن أمريكا لديها قانون محلي يسمى بقانون العلاقات مع تايوان، والذي يلزم الحكومة الأمريكية بتوفير الأسلحة لتايوان، أسلحة دفاعية لكي تتمكن تايوان من الدفاع عن نفسها. أما إذا ما كان هذا استفزاز أم لا، فأعتقد بأن هذا يعود إلى بعض المسائل التي ذكرتها مسبقا. الصين مستعدة لاستخدام القوة وتستمر بالاستثمار بجيشها لغرض الاستيلاء على تايوان بالقوة العسكرية، وأمريكا ملزمة بتوفير الأسلحة الدفاعية لتايوان. طيب هذا هو الوضع الحالي، الصين تهدد تايوان وأمريكا ملزمة بتوفير الأسلحة لتايوان وهي مستمرة بفعل ذلك. طيب سيد نادر، يعني بحسب السيد روس فاينغولد فإن تايبي من حقها أن تقيم علاقات خارجية وأن تمتلك الأسلحة لتدافع عن نفسها ضد الصين. لماذا الصين تبدو قلقة لهذه الدرجة، خاصة وأن الولايات المتحدة تعبر مرارا عن دعمها لسياسة الصين الواحدة وكونها أيضا لا تعترف بسيادة تايبي واستقلالها؟ لأن الانفصاليون في تايوان هم يسعون إلى الاستقلال، ورغم يعني الاعتراف الولايات المتحدة بمبدأ الصين الواحد، ولكن في الحقيقة في تحركاتها تقوم بتفريغ هذا المفهوم ويعني تدعم يعني استقلال الانفصاليين في تايوان من خلال بيع الأسلحة. وكذلك يعني الولايات المتحدة هي أكثر من يريد المواجهة المباشرة بين الجانبين المعترضين لإضعاف الصين وكذلك لاحتواء الصين. فهذه خطوة يعني تستخدم الولايات المتحدة دائما، ليس في هذه المنطقة فحسب، في العالم كله. يعني تايوان هي ورقة ضغط وهو قطر شطرنج للولايات المتحدة لاحتواء الصين، فهذه الخطوات كلها ستؤدي إلى المواجهة المباشرة إلى الحرب المباشرة. فلذلك يعني لا أحد يريد الحرب، وهذه الخطوة هي خطوة استفزازية نعم. وخطيرة جدا.
إذا نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم من بكين، كنت معنا الصحفي نادر رونغ، وكنت أيضا معنا من تايوان من تايبي الصحفي التايواني ومحلل المخاطر السياسية في آسيا روس فاينغولد. تحياتي لكم ضيفي الكريمين. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن كوريا الشمالية نفذت محاكاة لضربة نووية متبعة سياسة الأرض المحروقة على أهداف في أنحاء كوريا الجنوبية، وذلك ردا على مناورات مشتركة بين سول وواشنطن. قالت بيونغ يانغ إنها بمثابة خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة. وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، قائلا إنها لا تهدد السلام والاستقرار في المنطقة فحسب، بل تهدد المجتمع الدولي أيضا. يأتي ذلك بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر بعد ساعات من إطلاق كوريا الولايات من إطلاق الولايات المتحدة قاذفات بعيدة المدى لإجراء تدريبات مع حلفائها. نتابع. هذا العام أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ بشكل متكرر. هذا النوع من الأعمال لا يؤثر على اليابان فحسب، بل يهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. إطلاق الصاروخ يشكل انتهاكا متكررا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونحن ندينه بشدة. قال السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل إن رد فعل الصين على تصريف مياه من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط لا يتعلق سوى بالتعنت الاقتصادي والدوافع السياسية. أضاف إيمانويل أنه يتوقع من الولايات المتحدة أن تدعم اليابان إذا قررت طوكيو تقديم شكوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بسبب حظر بكين لواردات المأكولات البحرية اليابانية. كشفت مصادر مطلعة في الهند والصين لرويترز عن احتمالية غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة قادة مجموعة العشرين في الهند الأسبوع المقبل، وأفاد مسؤولان هنديان للوكالة أنه من المتوقع أن يمثل بكين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في اجتماع يومي 9 و10 من سبتمبر أيلول في العاصمة الهندية نيودلهي. عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جراند شابس وزيرا للدفاع خلف ليوين والاس الذي قدم استقالته. وأشاد سوناك بدور والاس القيادي في دعم الحلفاء لأوكرانيا ضد روسيا وتنفيذ كافة المهام التي كلف بها، وكان جراند شابس يشغل منصب وزير الطاقة. وبالعودة مشاهدينا إلى التصعيد في حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا وتعطل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو، معنا من موسكو مراسل العربي عبد الجواد الرشد، ومن كراماتورسك حذيفة عادل مراسل العربي. أهلا بكما حذيفة وعبد الجواد. أبدأ معك عبد الجواد، يعني ما مدى عمق المعاناة التي تعيشها موسكو بسبب هذه الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، ولماذا تبدو أيضا موسكو عاجزة عن التصدي لهذه الهجمات؟ أحمد، في الحقيقة يعني عمق المعاناة يظهر بوضوح على وجوه يعني من يرغب بالسفر من مطارات العاصمة موسكو أو المطارات في المدن التي تصل إليها المسيرات. المسيرات الأوكرانية تستمر في الوصول إلى العمق الروسي. الحديث اليوم يدور عن مسيرة وصلت إلى ضواحي العاصمة من الجهة الجنوبية الشرقية نوعا ما. تم إيقاف وتعليق عمل المطارات الثلاثة في المدينة فنوكوفا، دمديدفا وشريميتفا حسب الإحصاءات الرسمية لخريطة هذه الرحلات. طبعا تم إيقاف أو تحويل أو إلغاء قرابة 60 رحلة جوية صباح اليوم، لكن طبعا في هذا الوقت تم الإعلان عن عودة الحركة إلى المطارات. جميع مطارات المدينة تعمل بشكلها الطبيعي. لعل حصة الأسد من المسيرات الأوكرانية كانت اليوم في مقاطعة بريانسك وهي الأقرب إلى الحدود الأوكرانية. هناك يدور الحديث رسميا على لسان حاكم تلك المقاطعة بوصول 3 مسيرات أوكرانية تم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي الروسية في تلك المنطقة. أيضا وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن هذا الشيء. بالإضافة طبعا أحمد إلى هذا الموضوع، ما تستمر مناطق في يعني المحايدة للأراضي الأوكرانية. هنا الحديث يدور عن بيلغراد، عن كورسك، نعم، وهي مناطق أقرب إلى الأراضي الأوكرانية. هناك طبعا تستمر المسيرات بالوصول إلى تلك المناطق، مع الأخذ بعين الاعتبار أحمد بأن ليلة الأمس تم إسقاط صاروخ
فوق شبه جزيرة القرم. في نقطة أخيرة لو سمحت لي بأحمد لابد من الإشارة إليها، بأن المحاولات اليوم للوصول وقطع طبعا خط الدفاع التي أنشأته موسكو في زاباروجيا حسب الرواية الرسمية، كان هناك محاولتين تم إيقافهما حول حسب الرواية الرسمية لحكام تلك المناطق الموالية لموسكو. إليك أحمد. طيب أنتقل إليك حذيفة من كرامة طورس. كذا حذيفة، هل باتت كييف تعتمد على استخدام المسيرات فقط في هجماتها ضد روسيا كنتيجة طبيعية ربما لفشل الهجوم المضاد؟ هل ينظر الأمر من هذه الزاوية؟ نعم أحمد، في الحقيقة الهجوم المضاد، أولا التصريح الرسمي سواء كان للحكومة الأوكرانية أو للجيش الأوكراني أن الهجوم المضاد يسير بشكل جيد وفق الخطة. نعم لا يوجد اجتياح واسع كما يتوقع الجميع كما قالت القوات المسلحة الأوكرانية، ذلك نسبة لصعوبة الوضع في الجبهة وللتجهيزات الكبيرة التي قام بها الاتحاد الروسي في الفترة الماضية من تحسين دفاعاته في مناطق مختلفة. الجبهة طبعا تتسع وتضيق حسب عملية التقدم لكل قوة سواء كان الروسية أو الأوكرانية. كانت الجبهة 1600 كيلومتر، بعد ذلك ضاقت إلى 1400 كيلومتر. ال 200 كيلومتر التي أتحدث عنها هي إما أن يتقدم الأوكرانيون ويقوموا بالسيطرة على هذه المواقع أو العكس، يتقدم الروس ويستعيدوا هذه المواقع، هذا في الأسابيع الأخيرة. بشأن المسيرات طبعا هو أصبح توجه للدولة وأصبح من أهم مشاريع الدولة الأوكرانية، هذا المشروع أغره البرلمان الأوكراني وخصصت له الحكومة 40 مليار هريفنا لدعم الشركات الوطنية الأوكرانية لإنتاج المسيرات التي طبعا أصبح أيضا من أهم مشاريع الجيش الأوكراني هو جيش المسيرات. هذا المبلغ خصص لإنتاج المسيرات التي سوف يتم استخدامها سواء كان لعمليات الاستطلاع سواء كان للعمليات الهجومية. أوكرانيا قامت بإنتاج مسيرة جديدة اسمتها سي بيبي اللي هي طفل البحر، وهذه المسيرة تستخدم تحديدا لضرب جسر شبه جزيرة القرم وأيضا السفن الروسية العسكرية سواء كان ناقلة الوقود التي أيضا سفن الإنزال وكذلك السفن الحاملة للصواريخ في البحر الأسود. وقد قال قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن على الروس أن يتوقعوا مزيدا من العمليات في البحر الأسود. مستشار الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أن على روسيا أن تتوقع مسيرا من هجمات الطائرات المسيرة مجهولة الهوية، وهنا لابد أن أشير إلى أن أوكرانيا لم تتبنى حتى الآن أي هجوم داخل الأراضي الأوكرانية، وحتى الآن هي مجرد مسيرات مجهولة الهوية، ولكن طبعا تقر باستهداف كل ما يقع داخل أراضيها وحدودها المحترف بها منذ العام 1991. أحمد، نعم شكرا لك وعبد الجواد أيضا على كل هذه المعلومات. من كرامة طورس كنت معنا حذيفة عاد المراسلة العربية، وأيضا عبد الجواد الرشدة مراسلة العربية من موسكو، تحياتي لكم. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن الرياح العاتية وانخفاض الرطوبة زادت من خطر انتشار الحرائق بسرعة في الأجزاء الغربية من كل جزيرة في هاواي، فيما تعهدت إدارة بايدن في وقت سابق بتقديم 95 مليون دولار من خلال قانون البنية التحتية للحزبين لتحسين شبكة الكهرباء في هاواي بعد أن تعرضت جزيرة ماوي للدمار الهائل قبل 3 أسابيع جراء حرائق الغابات الأكثر عنفا منذ أكثر من قرن بحسب وكالة رويترز. حالة خراب يشهدها ساحل خليج فلوريدا بعد أن تسبب الإعصار إيداليا في ارتفاع مياه البحر ما أدى إلى إغراق الأحياء في معظم الساحل الغربي للولاية. نتابع مشاهدينا. بعض المهاجرين من أصول عربية في فرنسا يواجهون تحديات في مجال العمل بسبب التمييز. فاطمة واحدة من هؤلاء، كانت ضحية للتمييز الوظيفي، واجهت صعوبات في العثور على عمل في فرنسا لكنها نجحت أخيرا في تخطي مشكلتها من خلال إطلاق مشروعها الخاص وتغيير مجال عملها من العمل في مخابر الأدوية إلى صناعة وبيع الفلافل في الأسواق الشعبية. نتابع مشاهدينا. شكرا.
بعد معاناتها الطويلة مع التمييز الوظيفي في سوق العمل الفرنسي، قررت فاطمة طي صفحة كفاحها العلمي للالتفات إلى مشروعها الخاص في صنع الفلافل، بعدما تذوقت مرارة الخيبة في الحصول على وظيفة في مجال دراستها. شهادة كيمياء دبلوم 4 سنين، وعندي خبرة 9 سنين بهالمجال، يعني اشتغلت منيح. فحاول دور على نفس الشغل هون بفرنسا على شهادتي، يعني ما لقيت. هلأ إذا بتطلعي على اسمي وعلى عمري مثلاً، أنه وجاية من مكان بعيد، يعني ما حياخدوني على محمل الجد. الأصل والعمر وعنوان السكن عوامل قد تشكل عوائق في المسيرة المهنية هنا في فرنسا. في فرنسا 25 سبباً للتمييز وفقاً للقانون، أبرزها الأصل والجنسية ولون البشرة والجنس والعمر، والأشخاص الأكثر عرضة للمعاملة التمييزية في العمل مقارنة بغيرهم هم المهاجرون وأحفاد المهاجرين. رغم جميع المعوقات نجحت فاطمة أخيراً في خلق مساحتها الخاصة في سوق العمل، لكن غيرها من الذين يعانون من التمييز الوظيفي قد لا تتاح لهم حتى هذه الفرصة. وبفضل نجاح مشروعها الخاص استطاعت فاطمة وزوجها تأمين مستلزمات حياة كريمة لأسرتهما الصغيرة، ولكن لا شك أن التخلي عن شهادتها الجامعية قرار ما زال يؤلمها. هون كنا بالشغل القديم أنا ورفقاتي، هون كان بالمخبر الفيزيائي، كمان كان بالمخبر الكيميائي، هون كنا عم نوزن المواد مشان نعمل التحاليل. هذا جدول إكسل عملته وقت قدمت على الستاج في 48 شركة، أنا مقدمة ل 48 شركة. التمييز الوظيفي آفة منتشرة في فرنسا، وهي تطال بالأخص المهاجرين بحوالي 30%. تعمل السلطات على مكافحتها، ولكن بعض المؤسسات تلتف على القانون حارمة بذلك أشخاصا كفؤين من تحقيق طموحهم المهني. من شمال فرنسا، زينة عادي، العربية. إذا مشاهدينا، كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن محاولة عدد كبير من مستخدمي تويتر استعادة صورة الطائر الأزرق الذي كان شعارا للمنصة، وذلك من خلال أدوات برمجية تستعيد صورة الطائر باللونين الأزرق والأبيض بدلا من رمز X، كما تعيد أيضا تسمية التغريدات بدلا من المنشورات. وأشار التقرير إلى أن بعض مستخدمي تويتر أوضحوا أن رمز X يتسبب لهم بمشاكل نفسية ويخلق أجواء سلبية على حد وصفهم. فتحت الساحة من جديد أيضا للسياسيين الأمريكيين على منصة إكس، حيث رفع إيلون ماسك الحظر عن الإعلانات السياسية مجددا تمهيدا للانتخابات الأمريكية بعد تقييد طال الإعلانات السياسية ل4 سنوات. نتابع. إيلون ماسك يفرج عن السياسيين أخيرا، دعايات انتخابية مجددا بلا حظر، فالقرار الجدلي جاء بوقته، والهدف انتخابات أمريكية مقبلة أكثر سخونة. فمثلا ترامب العائد مجددا هنا، أخذت صورته الشهيرة انتشارا واسعا بعد إعلان فك الحظر على الدعايات الانتخابية. ترامب المحروم من تويتر لسنوات حظر بتهمة الترويج للعنف والمعلومات المضللة في أحداث الكابيتول. وقبل حظره إرث طويل من التغريدات المضللة وفق إكس، 10 تغريدات هي الأكثر شعبية له، احتوت 4 تغريدات منها على ادعاءات كاذبة تتعلق بنتائج الانتخابات عام 2020. لكن لعودة الدعايات اليوم شروط وإرشادات، والسياسي المخالف سيتوقف عن النشر فورا. أبرز القيود لا للتضليل والكذب. إيلون ماسك الملياردير المحنك له مآرب مالية في قراره الأخير بالطبع، حيث شمل القرار الإعلانات بجميع أشكالها أيضا لا سياسية فقط. يبدو أن ماسك استفاق مؤخرا على هجرة المعلنين إلى مواقع منافسة، ما كبده خسائر تفوق 40 مليار دولار. غيداء السالم، العربية. القمر في أقرب نقطة للأرض، مختلف دول العالم شهدت ظاهرة القمر الأزرق العملاق. نتابع. Thank you.
وفي نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا نذكر بأبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي ينفي إجلاء رعاياه من الجابون ويشكك في نزاهة الانتخابات الأخيرة. بوركينا فاسو تغير قوانينها لإرسال قواتها للنيجر وروسيا تنهي العقوبات الأممية عن مالي. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس قرب رام الله والجيش يطلق النار على المنفذ. لأول مرة وبلا أي ثمن واشنطن تقدم لتايوان مساعدات عسكرية مباشرة بقيمة 80 مليون دولار. وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.